السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حياكم في سوق واقف. أتمنى إن شاء الله من الجميع قضى أيام الأسبوع خير وهنا وسعادة إن شاء الله يا رب، وتبدون معنا أول يوم في عطلة نهاية الأسبوع جوائزنا القيمة إن شاء الله، تواصلكم الجميل إن شاء الله رب كلكم تفوزون معنا في برنامجكم على قناتكم قناة الريان، برنامج حياكم في سوق واقف. برنامج حياكم في سوق واقف للي تابعنا أول مرة هو عبارة عن برنامج من باب رقم واحد إلى باب رقم 12، أنت حظك أحد البيبان يحتوي على سؤال واحد في كل حلقة اللي هو السؤال الذهبي. كل مرة نبدأ من سؤال على الطائر، لكن المرة هذه ببدأ لكم من سؤال على الذهبي، سؤال بقيمة 5000 ريال موجود بأحد البيبان، باب واحد فقط هو السؤال الذهبي، سؤال واحد تجاوب عليه وتربح معانا 5000 ريال. وعندنا أحد البيبان اللي هو الحق ما تلحق، لأمانة السؤال اللي أحبه كثير في هالبرنامج الحق ما تلحق، عبارة عن دقيقة واحدة تجاوب فيها عن 5 أسئلة، الأسئلة هذه الخمسة صح أم خطأ. الجواب الأول، الجواب الأول بـ1000 ريال، الجواب اللي بعده بـ500 ريال، إذا جاوبت على الخمسة كاملين راح تربح 3000 ريال. وعندنا أحد البيبان اللي هو سؤال على الطائر، سؤال على الطائر سؤال واحد جدا بسيط إن شاء الله، جائزته 1000 ريال، اللي ما راح يجاوب عليه ترى بينتقل السؤال المتصل اللي بعده. نتمنى من الجميع إن شاء الله أن يجاوبون على كل أسئلتنا، ولا تنسون أن في الآونة الأخيرة ضفنا لكم فقرة الفيديو، عبارة عن فيديوين في كل حلقة، طبعا الفيديو من مكان مميز، صور راح تمر عليك أو فيديو 30 ثانية تجاوب عليهم طبعا من الأشياء اللي تشوفها قدامك، معلم في قطر أو منطقة من مناطق قطر، وإن شاء الله يا رب الكل يربح معانا. رقمنا 5 4 1 8 1، 5 4 1 8 1. أنا عارف أن الكثير يحاول يتصل أما يطلع على مشغول أو طبعا يرن التلفون ويقولون لنا ما حد رد. خلني أفهمكم شغلة بسيطة بس للتوضيح عشان ما تزعلون علينا، احنا عندنا برنامجنا مدة ساعة وفي فاصلين، طبعا الساعة هذه نحاول الرد على كل الاتصالات، ناخذ عدد معين لان برنامجنا ساعة، فكل متصل ياخذ معي وقت، عشان كذا دائما اقول هلا هلا بالسرعة عشان الكل يقدر يجاوب. طبعا انت حظك على ما يطلع لك خط، اذا طلع لك خط طبعا شنو سؤالك على ما نفتح البيبان وكذا، عندنا ساعة فناخذ عدد معين فقط من الاتصالات علشان ما نخلي حد على الخط وعقب تخلص الحلقة وما رد وما تحلى الفرصه ان يشارك معنا ويزعل علينا، علشان كذا البعض في نص الحلقه يطلع على خط ويرن لكن ما حد يرد عليه، فاتمنى من الجميع صبركم علينا ان شاء الله يا رب، احنا كل خميس وجمعه متواجدين معاكم، ان شاء الله يا رب يطلع لكم خط، ونتمنى صراحه والله العظيم الجميع ان سامحنا اذا ما طلع له خط، يا رب حظك يساعدك ان شاء الله يا رب يطلع لك خط. طبعا هاشتاج البرنامج اللي فيه جائزه اللي هي مسابقه عكس لاجمل صورة من سوق واقف 3000 ريال، صورة واحدة على هاشتاج حياكم اندرسكور في اندرسكور سوق اندرسكور واقف وتربح 3000 ريال لأجمل صورة من معالم سوق واقف كامل، سوق الطيور سوق الطيور الثاني اللي هو هذا صقور وسوق الحيوانات عزكم الله، الكافيات اللي موجودة، المحلات، الخيول، أي شيء من سوق واقف، سوق الذهب، أهم شيء صورة، مو محددين شنو محتوى الصورة، أهم شيء أنت ونظرتك للصورة تكون لها معنى، الألوان تكون مناسبة، وإن شاء الله يا رب تربح معانا على هاشتاج البرنامج هاشتاج حياكم اندرسكور في اندرسكور سوق اندرسكور واقف. أتمنى من الجميع إن شاء الله أنه يطلع معاه خط ويفوز معانا، مو بس كذا إن شاء الله الكل فايز. سالم أول متصل معانا، حياك الله يا سالم. خالد انقطع خط خالد، وإن شاء الله يا رب نحاول نرجع نتصل فيه. أم محمد السلام عليكم. مرحبا ومسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله. محمد إيش حالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام محمد، تسمعيني؟ إيه بس معاك. يا مرحبا بك ومسهلا أم محمد. هلا والله. الصوت واضح ها؟ إيه واضح. يلا تمام محمد، بنطلع لك البيبان قدامك على الهواء، ابيك تختارين الباب. ام محمد هل يا ترى تاخذين السؤال الذهبي ام لا؟ جاوبيني ان شاء الله.
إن شاء الله يا رب. عندك من 1 إلى 12، أنت أول متصل. هذا تحدي كبير ترى، الأول متصل البيبان كلها ما تدري إيش اللي وراها. إيش تختارين؟ أختار إن شاء الله رقم 6. 6. طيب شو تتوقعين؟ ما أدري، إن شاء الله الحق ما تلحق. وليش مو إن شاء الله الذهبي؟ الذهبي لحد الحين ما راح أصلا، أنت أول متصلة. يلا إن شاء الله خلونا الله نفتح ونشوف. نقول باب رقم 6، افتح يا باب. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير. أم محمد؟ نعم. سؤال على الطاير، جاهزة؟ اي جاهزة. طيب سؤالك تقول، في أي عام استضافت قطر بطولة العالم العسكرية 30 لكرة القدم؟ في أي عام استضافت الدوحة بطولة العالم العسكرية بين قوسين 30 لكرة القدم؟ محمد 1900 وكم؟ السؤال مرة ثانية لو سمحت. في أي عام استضافت الدوحة بطولة العالم الثلاثين، بطولة العالم العسكرية لكرة القدم الثلاثين؟ ها أعطيني إجابات، الوقت قاعد يداهمك. عام يعني قريب ولا بعيد؟ 1900 قلت لك بداية الحلقة. 1915. عاد مو قديم لهالدرجة. زين 13. أبو محمد أقول لك مو قديم لهالدرجة، تنقصين زيادة. زين 70. محمد باقي لك 20 ثانية، احنا اتفقنا. لا مش 70، زودي بعد، زودي بعد. 80. قربتي حيل، أعطيني آخر إجابة، قربتي حيل آخر إجابة. 99. قربتي حيل أقول لك، قربتي حيل أقول لك ما أبي أخسرك. 1900، أنت قلتي 1980 وقربتي حيل، يعني كم؟ آخر إجابة. 90. آخر إجابة. الله يسامحك، الله يسامحك، إجابتك للأسف غلط. ساعدنا شوية. والله ساعدتك. لحظة لحظة، أنا ما أبي أخسرك. أم محمد ركزي معي، ركزي معي. 1980 قلتي لي، وقلت لك قربتي حيل، حيل يعني جدا قربتي. كم؟ ما أبي أخسرك يا أم محمد، حرام عليك. 81، 82. بس 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 ارجعي ارجعي، أول إجابة قلتيها كم؟ 81. ألف مبروك، تستاهلين. 1981 تستاهلين. والله يا محمد كنا بنفتح الحلقة بخسارة، ما يصير. يلا شدوا حيلكم وركزوا معاي، إن شاء الله يا رب الكل فايز، ما أبي أخسركم والله. عام 1981 هذا وقد انطلقت البطولة للمرة الأولى عام 1946. طبعا أتمنى من الجميع إن شاء الله يركز شوي، نبينا تركيز يا جماعة، لا أحد يرتبك، عارف الاتصال يربك شوي، لكن علشان الوقت المرة هذه بناخذ الأمور شوي أسرع، اتصالات عشان ناخذ أكبر عدد من الاتصالات وما حد يزعل علينا. ونذكر أن احنا كل مرة في برنامجنا مثل ما تعودنا نطلع من مكان جديد، اليوم حنا في محل البرثة للطيور، محل البرثة للطيور مثل ما أنتم عارفين، محلات اللي جميعها اللي في سوق الطيور تبيع طيور، مستلزمات الطيور وغيرها من الأمور هذه خاصة اللي تخص المقناص والطيور. معانا معانا الحين منو؟ خلينا نشوف المتصل اللي معانا. ناصر. ناصر مرحبا بك يا ناصر. أنا أحبك. يا مرحبا يا ناصر. ناصر من تكلمنا؟ ناصر قصر على صوت التلفزيون يا ناصر، قصر على صوت التلفزيون، اسمعني من التلفون. مرحبا بك يا ناصر، مرحبا في هالمعيدر. ناصر قصر على صوت التلفزيون، اسمعني بس من التلفون. يلا يا ناصر البيبان بتطلع قدامك على الشاشة، خلنا نشوف هالمعيدر ياخذون الباب الذهبي ولا لا. ها يا ناصر اي باب تبي؟ ان شاء الله رقم 11. رقم كم؟ ان شاء الله رقم 11. شو تتوقع يا ناصر بسرعه؟ ان شاء الله السؤال الذهبي.
إن شاء الله يا رب يا ناصر، ونقول افتح يا باب يا رقم 11. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير. دائما ما ادري ليش اذا بدينا الحلقه واول حظ للمتصل خذ السؤال على الطاير يسحب الباقيين معه. يلا سؤال على الطاير، جاهز؟ سهل. ناصر سؤالك سهل جدا. سؤالك يقول: من هو النوخذه؟ النوخذه يا ناصر، من هو؟ نعم، من هو النوخذه؟ ناصر ما تعرف من النوخذة؟ قائد سفينة. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا ناصر، تستاهل 1000 ريال. إجابتك صح يا ناصر، تستاهل. النوخذة هو قبطان السفينة. طبعا قائد السفينة وقبطان السفينة هو اللي يتحكم في السفينة، وأيضا جميع البحارة يرجعون إليه طبعا في أخذ القرار. حلوين. غالية. غالية. نعم. هلا هلا وغلا. غالية كم عمرك؟ 10. العمر كله يا رب. غالية. نعم. تحبين برنامجنا؟ نعم. شاطرة، لو قلت لا كنت خسرتك. يلا غالية، بطلع لك البيبان قدامك على الشاشة. غالية تبين السؤال الذهبي؟ إيه. زين شوف، تاخذين السؤال الذهبي ولا لا؟ البيبان قدامك، عندك من 1 لين 12، 6 راح و11 راح، اي باب تبين؟ سبعة. اي باب؟ باب رقم 7. زين، شو تتوقعين يطلع لك؟ السؤال الذهبي. يا رب، قولي ان شاء الله. ان شاء الله. غالية قولي بصوت عالي: افتح يا باب. افتح يا باب. افتح يا باب، الحق ما تلحق. غالية. نعم. هلا. طلع لك الحق ما تلحق. الحق ما تلحق جائزتها 3000 ريال. لازم تجاوبين يا غالية بسرعة، وتجاوبين صح أم خطأ. بقول لك سؤال، قولي لي صح ولا غلط، زين؟ بس ركزي معاي. طيب يلا نبدأ. نبدأ. بسم الله تبدأ الدقيقة. تخرجت أول دفعة من الخدمة الوطنية عام 2012، صح أم خطأ؟ صح. إجابتك غلط، ركزي معاي. بدأت فعاليات منتدى أمريكا والعالم الإسلامي عام 2004، صح أم خطأ؟ صح. 1000 ريال. فندق أدريا هو أحد فنادق قطر في لندن، صح أم خطأ؟ خطأ. إجابتك غلط، ركزي معاي. العشيريين هو نوع من المحار، صح أم خطأ؟ العشيريين هو نوع من المحار، صح أم خطأ؟ بسرعة. صح. يا سلام عليك. القلايل هي الأمواج العالية، صح أم خطأ؟ خطأ. شاطرة شاطرة. كم ربحتي؟ ربحتي 2000 ريال. شاطرة شاطرة، الله يحفظك يا رب يا غالية، الله يحفظك. ربحتي 2000 ريال. خلونا نقول معلومات بشكل سريع. تخرجت، الله يعافيك حبيبة قلبي، تخرجت أول دفعة من الخدمة الوطنية عام 2012، صح أم خطأ؟ خطأ. تخرجت أول دفعة في 2014. بدأت فعاليات منتدى أمريكا والعالم الإسلامي في عام 2004، صح أم خطأ؟ صح. فندق أدريا هو أحد فنادق قطر في لندن، صح أم خطأ؟ صح. العسيريين هو نوع من المحار، صح أم خطأ؟ صح. طبعاً ويتميز أنه صغير الحجم. القلايل هي من الأمواج هي الأمواج العالية، صح أم خطأ؟ خطأ. هي الحزوم التي تتميز بصلابة الصخور. مستمرين معاكم، نبي منكم تركيز أكثر علشان ما حد يخسر جوائزنا. فاصل قصير ونرجع لكم، استعدوا خلكم معنا.
حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام في برنامجكم حياكم في سوق واقف. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. الأمانة في كذا إجابة عندي وكذا سؤال جدا 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 جميل ومعلومة ولا أروع. إن شاء الله يا رب نحقق هدفنا من وراء هذا البرنامج أرضاكم، وأيضا الاستفادة من المعلومات اللي قاعد نقولها اللي المفروض كلنا ما ننساها لأنها معلومات تخصنا احنا يا أهل قطر وتخص الجميع لأن خليجنا كله واحد. يا مرحبا ومسهلا بكم جميع، وخلونا ناخذ اتصال خالد من الخيسة. مرحبا بك يا خالد. السلام عليكم خالد. أنت اللي كنت أول متصل وانقطع الخط صح؟ اي نعم أخوي. يا مرحبا بك. يا مرحبا بك يا خالد، حياك الله يبا. شلونك؟ ساك طيب؟ والله الحمد لله بشك بخير، وخميسنا إن شاء الله فل اليوم معك إن شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب، عسى الله يوفقك يا خالد. خالد قبل لا افتح البيبان قول لي حظك شلون؟ والله شوف انا اخوك انا متفائل خير لانها اول شيء اول مره وان شاء الله ان الله يوفقنا وياكم. هذه الفرصه اصلا سعيد اللي انا يعني لحقت والله بين هالامه لا اله الا الله تتصل عليكم زيني لحقت ومسكت خط يعني. الله يوفقك يا رب يا خالد. محظوظين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب انك من المحظوظين، ان شاء الله يا رب تربح معانا افضل الجوائز اللي عندنا، وجوائزنا ان شاء الله كلها ما وجدت الا لكم، وهذا اللي نبيه، نبي تصبرون علينا بس وان شاء الله يا رب يطلع لكم خط. خالد البيبان بتطلع قدامك على الشاشه، هل الخيسه بياخذون الذهبي ولا لا؟ الخيسه طبعا دائما في الصداره. يا سلام عليك يا سلام عليك. عندك من واحد الين 12 راحت ثلاث بيبان. دائما كل ما تروح البيبان والذهبي موجود تسهل على المتصل فرصة انه يختار الباب الصح. في باب ببالك وراح؟ والله كان في باب ببالي اللي هو اظن 6 و7 قبل شوي. اي 6 راح، 6 و7 راحوا اثنينهم. والله طيب. شوف انا دائما اتفائل بالاعداد الزوجية ان شاء الله، فبفكر الحين بعد الزوج تعطيني ان شاء الله فرصة يعني طال عمرك. اختار صدرك ورحابتك ان شاء الله. حبيب قلبي حبيب قلبي، دبلوماسي خالد ما شاء الله عليك. ايش رايك على البرنامج طال عمرك مو هين طال عمرك، واللي قدمه بعد رجال الله يرفع قدرك ان شاء الله. امين. الله يرفع قدرك يا خالد. الله يرفع قدرك. امين. يلا يا خالد، هاي باب تبي الشاي ان شاء الله؟ شلون؟ والله اقول وعد ان شاء الله بعد البرنامج وقت الشاي ان شاء الله. ان شاء الله بتعزمني. ان شاء الله. شوف ربع يلا تراف اسمع بعزمك على كويتي، عندهم كويتي يا اخي. اوكي والله 5 ريال. يا الله كريم. يلا يلا خلنا نشوف البيبان. هذه البيبان قدامك، اي باب تبي؟ الله يوفقنا ان شاء الله بسم الله. الباب رقم 2 حد اخذه؟ والله ما اشوفه. لا اشوف من شاشه الجوال. موجود 2 موجود. يلا نفتح الباب مع بعض ونقول افتح يا باب. بسم الله. السؤال الذهبي. يا سلامي عليك يا خالد. يا سلامي عليك يا خالد. السؤال الذهبي. السؤال الذهبي. يا سلام الله اللهم لك الحمد. اللي جنبي مو مصدق يا رجال مسك راسه. شكله قال لك ما راح يطلع لك شيء. وجهك يا جابر وجه خير. وجهك طبعا انت راعي الاول طال عمرك، ولا وجه الجنب الله خير. الله يخليكم البعض يا رب. طيب امين شوف. يا رب امين. شوف انا قلت قبل اتصالك، قلت قبل الفاصل، قلت انه في او بعد الفاصل، قلت انه في اسئله الامانه من المحببه لقلبي وشيء معلومات جدا مهمه تقريبا لازم نعرفها. السؤال الذهبي هو واحد عشان الجواب يقرب. اللهم اللهم امين. شوف سؤال جدا وطني، جدا وطني. سؤالك احنا جدا وطنيين بعد ابشرك احنا للوطن. حلو. كلنا كفو. طال عمرك كفو كفو, كفو. كفو. مش كمان لبس عقال، لبس عقال كان قطيته لبس بريح بعد راد. حلو. الله يعينك الله يعينك ان شاء الله. حلو مداوم بعد. يقول لك اي والله يقول لك سؤالك ما هو شعار احتفال اليوم الوطني للعام الاحتفالات اليوم الوطني للعام الجاري 2015 شعارنا جاري 2015 توهم معلنين عنه طبعا اللجنة المنظمة توهم معلنين عنه توهم معلنين عنه نعم ما هو شعار احتفالات اليوم الوطني للعام 2015 كل مرة ها
احنا لنا شعار. ما هو هذا الشعار 2015؟ اشعار المؤسس صح؟ نعم صحيح. كل اللي هو الصايد او الشعارات اللي ناخذها طبعا مقتبسة من اشعار المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. اعتقد يلا قول. اعتقد لحظه انا اندمجت معاك. هداتنا ولا هداتنا؟ هداتنا يفرح. قاعد تقرا. هداتنا يفرح بكل مغبون. متاكد؟ ايوه والله يا اخوك. ما هذا اللي طلع لي. هذا اللي طلع لي. اي والله. من وين جبت الاجابه؟ لحظه من وين؟ من جوجل والله. ما عندك خلنا اوريك. يا اخي شوف انا اقول لك شغله. خليني اقول لك شغله. يفرح بكل مغبون شعار اليوم الوطني 2015. يا سلام عليك. زين خليني اقول لك شغله. شو دي اجابتك؟ اللي طلعتها انت من جوجل. الف مبروك، ربحتك 5000 ريال تستاهل. جوجل ربح. هداتنا يفرح بها كل مغبون. الف حبيبي الجوجل. ألف مبروك، تستاهل 5000 ريال. خالد أهم شيء ما تنسى هذا الشعار، هداتنا يفرح بها كل مغبون. طبعا هداتنا يفرح بها كل مغبون اللي هي فزعتنا المغبون يفرح فزعتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ألف مبروك عليك، ربحت 5000 ريال، تستاهل. طبعا يا جماعة الخير ما يهمني، جوجل حد يساعدكم، والله العظيم طلعها من جوجل، حد يساعدكم ولا انك تخسر معي. واهم شيء المعلومه لا حد ينساها. هذا كان سؤال محبب على قلبي الامانه من اسئله اللي اليوم قريتها. ومعاي السمي، مرحبا بك يا سمي. مرحبا انا احمد، الله يرحبك. حياك الله يا احمد، شلونك طال عمرك؟ الله يبقيك. الحمد لله، الله يسلمك علومك. الله يعافيك ويسلمك يا مرحبا بك يا احمد. احمد من وين تكلمنا؟ من السد. يا مرحبا. انا احب السد، تدري انا اشجع نادي السد. انا سداوي. يا سلام عليك. كفو يا احمد. لبيه. كنت حاط باب ببالك وراح؟ لا والله الاتصال اللي قبلك راح. اي شفت، بس لا انا ما كنت حاطه في بالي، انا كنت حاط يا واحد يا 12. حلو زين. البيبان تطلع قدامك على الشاشه. ابو شهاب، ابو يوسف، اختار لي باب. هلا ابشر والله. انا الله يسلمك شارب من الدوام وفي الموتى الله يسلمك الدركسيون. زين عندك 1 3 4 5 8 9 10 12 اللي كنت حاطه ببالك انت 1 12 بعد موجودين، تبيهم ولا تبي تغير كيفك؟ والله الله يسلمك ما ادري للحين، خلني اشيك. الله يسلمك، توكل على الله. شوف الباب اللي تحس انه بيفوزك ان شاء الله كلها وراها جوائز، كلها وراها جوائز. جائزتنا ان نشترك وياه. ما اسمعك. اقول جائزتنا تكفي ان نشترك وياكم. الله يرفع قدرك يا ابو يوسف. يلا خلونا نفتح البيبان. واي باب تبي؟ باب الله يسلمك، توكل على الله. ان شاء الله 12. نقول افتح يا باب. سؤال على الطاير. زين بعطيك سؤال سهل. انا متحدي. ما اسمعك. اقول انا متحدي. اجل اعطيك سؤال صعب. ابد ما عندك اي مشاكل. اكيد اكيد. طيب لا والله ما راح اعطيك سؤال صعب. سؤالك يقول: لعبة تراثية تركز على الدفاع والهجوم ولها مجلس في سوق واقف. سهل سكي. قدم. ما اسمعك. لا ثواني. وين كرة قدم؟ متحدي كرة قدم ولها مجلس سوق واقف؟ ثواني انا عبالي برنامج المجلس. ثواني. لا عيد السؤال مرة ثانية. ايش لك؟ لعبة تراثية تركز على الدفاع والهجوم ولها مجلس في سوق واقف، مش كرة القدم. لها مجلس في سوق واقف. والله أنا أعرفه، الحلقة الماضية تكلمت عنه.
احنا تقريبا تكلمنا عن كل شيء في السباق ما خلينا شيء. ها ايه هذا شلون لما اعطيك سؤال اصعب اسهل لك لعبه يعني انت ما تشوفني المشكله قاعد السياره تجي سوق واقف انت اي نعم مجلسه موجود في نص سوق واقف تقريبا اقرب لجهه سوق الحيوانات عزك الله هاي مجلس الدنامه زين شنو اللعبه مجلس الدامة أي لعبة اللي يقدمها مجلس الدامة شنو اللعبة اللي يقدمها مجلس الدامة أنا يبيلك تنطق شوي لأني قاعد أقرأ من جوجل حرام عليك والله حرام عليك تقرأ أي لعبة مجلس الدامة ليش سموه مجلس الدامة دامة 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 أجل متحدي بعد يا أحمد ها والله شو أسوي يا أخي الإنترنت خان ما يبي له انترنت انت جاوبت قلت مجلس الدامه مجلس الدامه ليش سموه مجلس الدامه؟ لان يلعبون فيه لعبه الدامه الف مبروك عليك ربحت ال 1000 ريال يا احمد الف مبروك عليك الف 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 مبروك عليك ام فهد حياك الله يا ام فهد ام فهد الو مرحبا يا ام فهد هلا مرحبا ايش حالك يا ام فهد؟ ساس طيبه الله يسلمك يا مرحبا بك ومسهلا أم فهد السؤال الذهبي راح نعم السؤال الذهبي راح منا لكن لحد الحين أيوة. بيلحق ما تلحق وفي سؤال على الطاير أيوة. أي واحد حظت بيخدمك بيطلع لك من ورا البيبان يعني كم باقي من الأرقام الأرقام خلونا نطلع البيبان قدامك أم فهد أيوة. عندك واحد ثلاثة أربعة خمسة ثمانية تسعة عشرة رقم 10 10 شو تتوقعين؟ ان شاء الله حظي زين ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب افتح يا باب الحق ما تلحق لا تبارك الرحمن انفهد حظك زين حظك زين انفهد الله كريم يلا عندك دقيقة انفهد الدقيقة هذه لازم تجاوبين فيها على خمس أسئلة تجاوبيني صح ام خطا تركزين ظرف دقيقه لازم تجاوبين عليها ركزي اللي ما تعرفينه خمني ان شاء الله يا رب ان تربحين معانا 5000 جوابك الاول راح يكون ب 1000 ريال واللي بعده ب 500 ريال اذا جاوبتي عليهم كلهم صح لت 3000 ريال جاهزه ان شاء الله تبدا الدقيقه يقع مسجد النعمان في مدينه الشمال صح ام خطا صح 1000 ريال صقر القرناص يبدل ريشه بعد شهرين من ولادته القرناص طير قرناص صح ام خطا صح اجابتك غلط اجابتك غلط ركزي معي سريدان هو مطبخ البيت صح ام خطا خطا تستاهلين تم انشاء مسجد ام العظام القديم في عام 1950 صح ام خطا تم انشاء مسجد ام العظام القديم جابتك غلط ركزي معي كلية الاقتصاد هي اول كلية في قطر صح ام خطا صح جابتك غلط جابتك غلط طبعا خلنا نحسب كم واحدة غلطت انتي 1500 ريال ربحتي 1500 ريال ثلاث أسئلة غلطت فيها مبروك عليك 1500 ريال خلونا نقرأ الإجابات يقع مسجد النعمان في مدينة الشمال صح أم خطأ صح ويقع تحديدا في قرية النعمان بالشمال جابتك كانت صح لأول سؤال القرناص يبدل ريشة بعد شهرين من ولادته صح أم خطأ خطأ ويكون فرخ السنة اللي بعدها قرناص عقب تسمى ثنو واللي هو طالع طبعا سريدان هو مطبخ البيت صح ام خطا خطا هو مطبخ السفينه تم انشاء مسجد ام العظام القديم 1950 صح ام خطا صح يقع مسجد ام العظام القديم في الغويريه بمدينه الخور كليه الاقتصاد هي اول كليه في قطر صح ام خطا خطا كليه التربيه بجامعه قطر هي اول كليه في قطر تاسست عام 1973 تاسست عام 1973 كليه التربيه يمكن بكره يجينا سؤال عنها ما ندري
من معانا الحين ولا ناخذ اتصال؟ خلونا نطلع فاصل، خلونا نطلع فاصل واحضر لكم اسئله. ابي تركيز، ابي حماس اكثر. يا المتصلين اللي طلع لكم خط واللي بيطلع لكم خط ان شاء الله، شدوا حيلكم، ابي حماس عشان اقدر اساعدكم، وابي منكم تركزون. فاصل قصير وراجعين لكم، لا تتحركوا من مكانكم. حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. طبعا الفاصل هذا ان شاء الله راح يكون هو الختام، راح ناخذ كذا اتصال، وايضا راح نعلن عن اجمل صوره في برنامج حياكم في سوق واقف اللي راح تاخذ 3000 ريال. يوم اقول اجمل صوره، طبعا اجمل صوره اختيرت، لكن والله العظيم الهاشتاج في عده صور جميله، تقدرون تدخلون الهاشتاج هاشتاج حياكم اندرسكور في اندرسكور سوق اندرسكور واقف وتشوفون الصور كلها. الامانه صور ابداعيه، الله يعطيكم الف عافيه، واستمروا وشاركوا هاشتاج، طبعا تحطون اسمكم الثلاثي وتاج القناه الريان، والله يوفقكم يا رب. معنا دلال، حياك الله يا دلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دلال كم عمرك؟ 9.5. 9.5؟ ايه. العمر كله يا رب، العمر كله يا دلال. شلونك يا دلال، طيبه؟ لا. دلال اسئلتنا سهله ولا صعبه؟ سهله وايد. بديت روحك يا دلال، بديت روحك. زين دلال، اذا كبرت ايش تبين تصيرين؟ دكتوره. دكتوره؟ ايه. الله يوفقك يا رب. دلال بما انك تطلع قدامك على الشاشه، ابيك تختارين باب، طيب؟ يلا البيبان قدامك على الشاشه، عندك من 1 لين 12، طبعا 2 6 7 10 11 12 راحوا، الباقي عندك، اختاري اي باب تبين. باب رقم 5، شو تتوقعين يا دلال؟ بسرعه قولي لي. الحق ما تلحق. يا رب يطلع لك الحق ما تلحق، افتح يا باب. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير لدلال. زين دلال، اطل تبين اطلع لك فيديو ولا سؤال؟ لا سؤال. حلو سؤال. زين اختار لك سؤال سهل دلال. سؤالك يقول: متى افتتح المبنى الجديد لإدارة المرور؟ جديد مو قديم، 2000 وكذا. زين دلال، 2015. نقص شوي. 2014. لا 2013. يا جماعة أنا بساعدها. زين هو ترى على فكرة جاوبت، أنا مالي قلب صراحة على الصغار. دلال قلتي كم؟ 2013. وإذا قلتي 2013، إيش تربحين؟ 1000 ريال. زين تبين 1000 ريال؟ إيه. مبروك عليك، ربحتي 1000 ريال. ألف مبروك يا دلال، ربحتي 1000 ريال. الله يحفظك إن شاء الله، ونشوفك إن شاء الله دكتورة المستقبل يا دلال، أنت وكل عيالنا إن شاء الله يا رب. ألف مبروك يا دلال، طبعاً افتتح مبنى الجديد لإدارة المرور في 2013، يعتبر تحفة معمارية رائعة، وتبلغ مساحة المبنى بالكامل حوالي 57 ألف متر مربع. ألف مبروك يا دلال. ومعانا عليا. ألو عليا ولا عالية؟ قولي لي اسمك. عالية. عالية 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 عالية. ونعم يا عالية، حياة الله. عالية هلا هلا بك عالية، بطلع لك البيبان قدامك على الشاشة، أبيك تختارين باب. لحد الحين ترى أسئلة الحق ما تلحق ما خلصت، يلا.
البيبان قدامك على الشاشة، 1 3 4 ولا 8 و9؟ أي باب تبين؟ رقم 8. شو تتوقعين؟ ما أدري، الحق ما تلحق إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نقول افتح يا باب. سؤال على الطائر. زين عالية، سؤالك يقول: من هو آخر خليفة عباسي؟ عالية مساعدة. انت ما عليك تجاوبي، وان شاء الله يا رب ان عشان ما تكون مساعدة علني كذا. يلا قولي، من هو آخر خليفة عباسي؟ من هو آخر خليفة عباسي؟ اسم بعدين بالله. يلا سهلت لك. عبد الإله. لا هو اسم. لحظة مو آخر شيء الله، لا هو اسم بالله، عرفتي يعني الكذا بالله، مش يعني عبد الله او عبد الاله، لا 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 يعني اسم بعدين بالله منفصلين. عبد الاله ولا لا؟ لا منفصلين، اقول لك منفصلين. ما حد جنبك تساعدك؟ من هو اخر خليفة عباسي؟ نقول مساعدة. شكرا. والله سعادتك. شوفي ركزي معي، الكذا بالله اسم معروف، آخر خليفة عباسي. مش عبد الله ولا عبد الله ولا أسامي يعني، الكذا بالله. يلا ساعدتك بعد، الكذا بالله. عطيني سامي. العباسي؟ لا ما غلط. لا شلون العباسي بالله؟ لا اول مره اسمع بالاسم. يلا الكذا بالله. ما عندك أي شيء يساعدك؟ أي شيء يساعدك؟ لحظة شوي. طيب يلا دقائق. يلا شوف آخر متصلين نعطيهم وقت شوي، وأنا قاعد أعطيك وقت، ما يصير ما تجاوبين، ولأن سؤالك مفروض أنه مو صعب، بس يعني احنا بالعاده تكون اغلبيه سالتنا عن معالم او كذا، انت يلا طلع لك سؤال كذا، نعطيك وقت شوي عشان ما حد يخسر بعد. يلا سؤال. اخر خليفه عباسي؟ من هو اخر خليفه عباسي؟ من هو اخر خليفه عباسي؟ يلا ترى طولتي. زين المعتصم بالله. انت قاعد تقولين الاسم يعني تقريبا صح. المعتصم بالله. عيدي علي. زين المعتصم بالله تستاهلين الـ1000 ريال. المستعصم بالله هو اخر خليفه عباسي، والف مبروك عليك الـ1000 ريال، لانك اخر متصل، خذينا شوي وقت معاك، الف مبروك عليك الـ1000 ريال. الحين عندنا مسابقة الانستغرام اللي هي عكس، احنا نقول عكس ليش؟ لان المصور قديما كان اسمه عكاس، علشان كذا احنا قاعد نستخدم هذه المصطلحات الجميلة اللي ترعرعوا عليها ابائنا واجدادنا. بنطلع قدامكم الصورة اللي فازت على هاشتاج البرنامج، هاشتاج حياكم اندرسكور في اندرسكور سوق اندرسكور واقف. والف مبروك مريم محمد المطاوعة، الف مبروك مريم محمد المطاوعة. طبعا الصورة معبرة، نشوف الله يعطيه الصحة والعافية، شخص كبير في السن، الأغراض شايلها وتعبان طبعا، باينة معالم السوق واقف اللي موجودة ورا، كل شخص يتفنن في صورة يشوف
يعني المصور دائما له عين ونظرة غير عن أي شخص ثاني يشوف الصورة. ألف مبروك عليك يا مريم محمد المطاوعة اللي ما طلع لخط اليوم، يحاول لنا بكرة برنامجكم حياكم في سوق واقف راح يكون أيضا معاكم بنفس الوقت، وإن شاء الله يا رب من محل غير من سوق واقف. نشوفكم على خير إن شاء الله، موعدنا معاكم بكرة وتصبحون على ألف خير.